السلام عليكم بنات مصر الوطن العربي، معكم محمود السرناوي من قناه مافيت، والنهارده في حلقتنا هعرض عليكم مجموعه تمارين سوبر وكبار جدا لتكبير ورفع الصدر. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او كمان من قبل ما نعمل مع بعض الاربع تمارين، عايز اقول لكم ان الاربع تمارين كل تمرين فيهم هتعملوه 3 جولات في نص دقيقه، وهتعملوا التمرين دي 4 أو 5 أيام في الاسبوع مرتين في اليوم، يعني مره الصبح مره بالليل. ولو عايزين تعرفوا معلومات نصايح اكلات تعليمات تساعد بجانب التمرين على انكم توصلوا للهدف بتاعكم ان شاء الله في خلال 7 أيام أو 10 أيام أو 15 يوم، افتحوا الديسكريبشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل حلو قوي. فانا بنصحكم انكم تبقوا متفرغين تماما عشان دلوقتي حالا هنتمرن مع بعض. يلا بينا.
وبكده احنا خلصنا حلقتنا. شو ما احنا تعبتين دايما، اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارد عليها بكومنت تحت، وان شاء الله اكتب عليكم في اقرب وقت، او تقدر تتواصل معايا على الفيسبوك او انستغرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهات جديده اللي بتنزل على القناه دي، ولا بنزلها كمان كل يوم. وبرده في نفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. Peace.